مساء النور، معكم المصممة مصنع هاجي بسمة. مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد ان شاء الله اللي غيكون في مجلة سلطانة واللي غنتابعوه خلال شهر رمضان. بحال الحلقه اليوم ان شاء الله في البرنامج غنشوفوا واحد تشكيله قناطر اللي غيكون فيها الوان مختلفه اللي كتناسب فصل الصيف. بحال اللي كتشوفوا معنا الان العارضه وئام كتورينا القندوره الصفراء مخدومه بالكحل منبته ومطروزه كذلك ومخدومه بالمعلم، التوب كريب جورجيت والتحت ساتان دو سوا. هذا التوب كيناسب هذا الموسم. هي قندوره على شكل عبايه، ماشي الفراشه اللي كنعرفوا، هي شكل عبايه يمكن اي مراه تلبسها اللي غليظه شويه وكذلك اللي ضعيفه، كتناسب جميع الاشكال. ما غيمكنش تلبسها المراه اللي قصيره وغليظه وتكون اون فورت بواترين، علاش؟ لانها كتزيد تغلظها. باغ كونت واخا تكون المراه عامره وطويله يمكن لها تلبسها. القندوره بيضاء باللوان، مبرة موسلين فيه مبرة، مخدومه ب كلها منبته بالعقاق وبشواغوفسكي، الكول شويه ديجاجي اوفر ديجاجي، ومخدومه بالمعلم بالعقاد. باش زوينين هاد الفراشات انا براتيك، كيمكن المراه تحرك كيما عجبها، كتكون عارضه للناس خصها هي تحرك في دارها، كتجي سهله في اللبسه ومرتاحه. بالنسبه للالوان اللي كيتحتاجوا في هاد فصل الصيف، عندنا السمرات، عندنا البيضات اللي زعرات، البيضات اللي شعرهم كحل. كنصح النساء اللي سميمرات يديروا لي كولور باستيل باش كيفتحوهم وكيعطيوهم واحد الجماليه. بالنسبه للناس اللي زعيعرات كيمكن لهم يلبسوا تقريبا جميع الالوان من غير الالوان اللي مفاتحين بزاف لان كيزيدوا يصفروهم. الاسود ما غنهضرش عليه لان هذاك واحد لون الشريف اللي كيجي مع جميع البشره ديال المراه. العارضه وئام الان معنا بواحد شكل كسيوه توب خفيف جيرزي منبته كلها بحجيرات عقاق لي شواغوفسكي، كول في من دوفون ومن الظهر، الكميمات تا هما منبتين، الجنب كذلك تا هو منبت مع مجدول. اللي كيعطيها واحد طابع مغربي. هاد الشكل الكسيوات كيفضلوه البنات اللي مازال شابات اللي كيبغيو يكونوا في شي مناسبه رمضانيه. هذاك الشكل ديال التوب هو خفيف ونازل، ولكن ما كيمكنش تلبسوه المراه اللي غليظه لان كيتراسي الشكل ديال الفورمه ديالها. هذا كيجي مع الناس اللي ضعيفات واللي ما عندهمش اون فورت بواترين، وعاد كنزيدوها بالحزام كتزيد كثر. اذا تحاول المراه اللي غليظه شويه تلبس ثوابات نازلين ولكن ماشي جيرزي. كنتمنى مشاهدينا الكرام تكونوا رضيناكم في هذه الحلقه الاولى ديال البرنامج، وتابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه اللي غتكون مع تشكيله ديال الجليبات لرمضان كذلك.